بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة. انت مين عمي؟ انت عارف انا فين؟ انا رئيس محكمة جنايات مصر. اتفق مقصدهم نهب ما بمخازنها من اسلحة وذخائر وثروة حيوانية وداجنة واساسات. اهي ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. وتسلل حين ذاك عبر الأنفاق غير الشرعية. 44 زكريا محمود ابن نجار. 66 محمد محسن أبو فخر. 67 أيمن محمود خليل أبو طاهر. 68 أكرم خليل جبر صيام. بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على